خويا ما فهمناش في الدرية، خويا كانت عايشة بخير اخويا، ما اش خاصة حتى شي خير، ما اش غن بزاف الدرية، ما الوالدين ما ضعاف هيني هيني داخشي لكش تشوفين اخشي نحن على قد الحال بنيتي. هين داخشي الوالدة عمرها هين هين داخشي اشوفي من الحال داخشي اشوفي من الحال واش انا دو عيد هيني اشوفي هين داخشي انت تشوفي اخشي اجي اجي يا اختي ما كاينش لا قيسك هنا ما كاينش اجي يا اختي كيما قلتي اجي اجي ما كاينش لا قيسك اجي يا اختي اجي اجي يا اختي الله يحفظك ما كاينش لا قيسك مسكين يعني فواحد الحال الوالد مريض هين الوالد مريض 3 ايام هذه ما نعس ما كاين حتى حاجه دار راس راه مريض هين اختك حتى هي مسكينه هي اللي عصا طايحه هي اللي داخشي اجي يا اختي ما كاينش لا قيسك اختي مالك اختي مالك اختي اش خاصك واكله شاربه مالك اختي مالك ما خاصك حتى حاجه اختي مالك اختي مالك اقول لي مالك اجي اختي راه ما كاينش اللي يقيسك اختي انت الوالده هي مريضه الوالد حتى هو مريض هي اختك حتى هي مريضه اهيني اختي اجي اجي اختي جي 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 ما حنجينا بزاف اختي اجي جي كرفسينا هاي كرفسينا اختي بزاف اجي اختي جيران تاعي 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 راني ميت عليك بنيتي راني ما كنعزش بنيتي شوفي باك مريض خوذ كلشي مراد عليك بنيتي عاجيني يا بنيتي كيما كنتي يا بنيتي باغاك وقابله عليك بنيتي عاجي راك خرجتي بنيتي مع ال11 قلت لي ماما غادي نجيب عاد تعبي عاونجي وبقيت جيتي يا بنيتي راه حالتنا بنيتي راه حالتنا من جيدك يا بنيتي لا ماكله لا شراب هو اخوك من العيون مسكين جا ومريض هو كله كيبكي بنيتي اللي كتشوفينا عاجي بنيتي تشي حاجه ما تخصك بنيتي ما كاينش اللي يدوي معاك كلشي باغينك بنيتي عاجي كيما كنت يا بنيتي قابل عليك وباغاك بنيتي عاجي عاجي يا بنيتي عندي راه حنا في حالتنا بنيتي راه الماكله ما كناكلو ما كنشربو بنيتي عاجي باغينك بنتي كيما كنتي باغينك عاجي يا بنيتي عند والديك راه حنا في حالتنا بنيتي الوقت اللي خرجت فيه لاله خرجت مع 11 على الصباح مع 11 ديال الصباح ثلاث ايام يعني بالضبط نهار ثلاث بالضبط ملي خرجت مع الثلاث يعني اش مشات تشري شي حاجه قالت لي ماما غادي نجيبها تعبئه نعم قالت هي قالت لي ماما غادي خارج نجيب عاد تعبئه لبست جلابيتها ومشيت ودايره زيف كحل وجلابه شيبيه خرجت ما جلابه شيبيه وصنداله كحله وصنداله كحله خرجت ما بقاش رجعت نستنى فيها غتجي ما جات مع المغرب قلت عند البوليس ديكلاريت فيا درتي شكايه يعني درتها درتها دابا من الثلاث الاربع الخميس اليوم باقا ما كاين حتى شي حاجه ما كاين كتحاول انك تتصلي بها في التليفون كنصون عليها ملي مشات وحنا كنصوني عليها والتليفون مطفي طافي التليفون دركا هي اللي دابا شويه ندير دركا هي عاد الصونه كنصوني عليها وطفات وثانيتها هنا داخشي اش غنقول لك اختي هادشي لا الوالده مريضه اختي هنا كتشوفين اختي الوالد مريض الوالده اختك اختي ما كاينش لي كاينش لي قيسك اختي اجي اجي كيما بغيتي تكوني اختي اجي ما كاينش لي قيسك والله ما يقيسك واحد اختي اجي 07 05 72 10 37 عاود اخويا الرقم 06 07 05 72 10 37 قلتي كتشوفين يا بنيتي اجي اجي يا بنيتي راني في حالتي يا بنيتي لا انا لا خوتك لا باك لا كلشي اجي يا بنيتي مالك كيما كنت يا بنيتي انا قابل عليك باغاك يا بنيتي عاجي راك مرتيني يا بنيتي راه نهار مشيتي للكوزينه ما دخلش ليها منين مشيتي يا بنيتي البوطه ما شعلتش تحنا نصايمين ليل ونهار يا بنيتي جي يا بنيتي اللي كتشوفيني جي يا بنيتي وحني فينا راه حالتنا بنيتي راه حالتنا بنيتي وراك الشيء بنيتي ما مخسره ليك ما والو بنيتي اللي بغيتيها دايره لك شوفي يا بنيتي اللي كتشوفيني جي يا بنيتي الله يرضي عليك يا بنيتي اش اللي كنطلب الله يرضي عليك يا بنيتي اللي كتشوفيني جي وهذا مالك انا بنيتي هادي كتشوفي يا بنيتي صافي هي ما كاينش اللي طرد عليك اختي واش ضربك شي واحد طرد عليك شي واحد ياك مشيتي تجيبها راه مشارج من الحانوت صيفطاك الوالده عطاتك 100 درهم مسكينه مشيتي للحانوت من تما مشيتي ما رجعتش يا اختي مالك يا اختي اش خاصك اقول لي اش خاصك اختي مالك مسكينه كتحيدها من الحميه وتعطاك مسكينه مال اش بغيتي هيني داخشي مالك اختي مالك ما عندهاش صحابات ما عندهاش شي والو وخرجناها من المدرسه والو ما كنطالبوا اللي شافها اللي شافها عيط في هذه النمره هذه
الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين. هادشي اللي غنطالبوا اللي شافه. الله يرحم والدي المخزن اللي واقف معاه. المخزن. المخزن تقول لي واقف معاه. الله يزيد الخدمه ديالو. الله يرحم الوالدين.